يا اهلا بالفيلموية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابين نشكركم على تفاعلكم ودعمكم على فيديوهاتنا، فما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ فيلمنا. الفيلم بيبدأ بشخصية اسمها تشيري سنة 2007، شاب عنده 23 سنة بيحكي عن مشاعره ناحية العالم، وبيوصف إحساسه إن الدنيا مليانة جمال، لكن في نفس الوقت هو حاسس إنه منفصل عنها ومش فاهم تصرفات الناس الغريبة. وقتها بيقرب من عربية كانت مستنياه، هو بيقول للسواق إنه يستناه دقيقتين عند المحطة. بعد كده تشيري بيدخل البنك وهو لابس قناع وكاب ومعاه مسدس، وبيهجم على البنك وبيقول إنه لازم يوري الناس اللي حوالينه مجنون ومش متوقع عشان يخافوا منه. تشيري بيمشي ناحية الصرافة في البنك وبيطلب منها تدي الفلوس اللي عندها، لكنه بيكلمها بأدب جدا لدرجة انه بيسألها عن اسمها. بعدين بيتأمل في نظارتها وبيشوف نوع من اليأس الغريب في عينيها، وده بيخليه يرجع بذكرياته لورا سنة 2001 لما كان عنده علاقة مع زميلة له في المدرسة الثانوية اسمها ايميلي. بيحكي عن ازاي حبها من اول نظرة وازاي هي لاحظت ده بعد المحاضرة وكلمته. تشيري سألها عن مدينتها الاصلية وطلع انها من نفس المدينة اللي كانت بتعيش فيها حبيبته القديمة ماديسون. في اللحظة دي تشيري طلع صورة لماديسون، لكن ايميلي حست انها مش مرتاحة وابتسمت ابتسامة مجاملة وبعدين مشيت. بعدين تشيري بيفكر في ماديسون وبيفتكر انها كانت دايما شايفاه شخص ضعيف وما كانتش بتحترمه ابدا، لكن دايما بيزورها في سكن الجامعه. وفي يوم ماديسون اخذته الحفله في الجامعه وسابته وراست مع ناس تانيين، وده خلاه يحس بالزعل. ورغم ان ماديسون كانت بقالها شهر واحد بس في الجامعه، لكن كل الشباب اللي هناك كانوا يعرفوها. تشيري بيوصف احساس انه كان بيشوف حبيبته بترقص قدام الكل وهو واقف لوحده، وكمان بيحكي عن اول شغلانه ليه في مطعم لكنه ما قدرش يكمل فيها اكتر من اسبوعين بسبب معامله المدير الوحشه. كمان بيفتكر اصدقائه المقربين روي وجيسون، وبيلاحظ ان جيسون كان كئيب اكتر من اي ناس عارفهم قبل كده في حياته، لان محدش كان بيسمعه او يعترف بوجوده. وتشيري كمان بيحكي عن اخوه جيسون اللي رجع من الجيش وهو عنده من صدمه نفسيه بعد الحرب. وفي يوم تشيري بيحضر حفله عند صاحبه وكانت ايميلي معزومه فيها. في الحفله وهو تاثير المخدرات بيقرر انه يعترف لها بمشاعره. بيروحوا البيت مع بعض وايميلي بتساله عن علاقته بماديسون، فبيجاوبها انها كانت بارده. بعد كده بيبداوا علاقه رومانسيه، وتشيري بيوصف اللحظات دي انها من احسن الاوقات في حياته، رغم ان ايميلي كانت بتتعامل ببرود ومش بتعرف تعبر عن مشاعرها. رغم ان تشيري اعترف بحبه ليها، بس ايميلي بترد انها مش مؤمنه بالحب وبتعتبره مجرد تفاعلات كيميائيه، وبتقول ان السبب ده هو خيانه ابوها لامها. وفجاه ايميلي بتقرر تسافر بلد تانية علشان تكمل دراستها، وده بيصدم تشيري وبيزعله، فبيحاول يقنعها تفضل لكنها بتنفصل عنه بكل سهوله وبتطلب منه يتعامل مع قرارها بنضج. في اللحظه دي تشيري بيقرر انه ينضم للجيش، بيروح لمكتب نجنيد الجيش والضابط اللي هناك بيبص له باستحقار بسبب جسمه الضعيف. الضابط بيسأله ليه عايز ينضم، فبيجاوبه انه شاف ناس في سنه بيموتوا وعايز يحمي اللي بيحبهم، فالضابط اقتنع بكلامه ووافق على تجنيده. ووقت ما اصحابه كانوا معترضين على قراره، وكان جيسون قلقان خصوصا ان تشيري ممكن يوصل بيه الحال زي اخوه اللي رجع من الجيش بحاله نفسيه متدمره، وبتحصل خناقه بين تشيري واصحابه. وفجاه تشيري بتجيله مكالمه من ايميلي اللي بتقوله انها مسافره كندا تاني يوم وعايزه تودعه. تشيري بيروح يقابلها في مكان شغله في البار، ولما ايميلي بتوصل بتكون واقفه مع شاب غريب، وده بيخلي تشيري يحس بالغيره ويقرب منهم عشان يكلمها، لكن الشاب ده بيتضايق وبيزق تشيري بعيد. تشيري بيطلب من ايميلي تمشي، وبعد كده بيكمل شغله لحد وقت متاخر. بعد شويه كولونيل في البار بيكلم تشيري وبيساله عن خططه في الحياه. تشيري بيقول له انه انضم للجيش، وده بيضايق الكولونيل اللي بيحذره ان الجيش ما بيفكرش غير في نفسه وانه داخل على الموت. الكولونيل بيساله اذا كان يقدر فعلا يقتل حد شبهه، لكن تشيري ما بيقدرش يجاوب. تشيري بيرجع البيت وبيلاقي ايميلي مستنياه وبتقول له انها قررت ما تسافرش. تشيري بيعترف لها بحبه وهي كانت فعلا قررت انها تفضل وما تسافرش، لكن تشيري كان خلاص قدم للجيش وما يقدرش يرجع في قراره. ايميلي بتساله ازاي ياخد قرار زي ده من غير ما يستشيرها، وبيقول لها انه كان زعلان قوي ومش عارف يعمل ايه من غيرها، فهو بيقنعها انها تكمل في الجامعه اللي هي عايزاها وهو هيروح الجيش، وبيقول لها ان ده هيكون سنتين بس من حياتهم مقابل عمر كامل مع بعض. يا عالم مين يعيش يا صاحبي. المهم في الاخر بيقرروا انهم يتجوزوا. تشيري بيكمل كلامه عن الايام السعاده اللي قضاها مع ايميلي لحد سنه 2003 لما وصل اول يوم ليه في التدريب العسكري. تشيري بيحكي عن معاناته في الجيش، لان الضباط كانوا بيعاملوه هو وزمايله بعنف وبيهينوهم كل يوم باهانات جديده. ووقت الكشف الطبي ضابط بيكتشف ان تشيري عنده عمى الوان، لكن تشيري بيساله اذا كان ده هياثر على خدمته في الجيش، والضابط بيرد عليه انه طالما بيشوف لون الدم يقدر يكمل. بعد الكشف الطبي تشيري بيقابل هيمس اللي عنده طموح انه يبقى مسعف زيه. تشيري بيحكي انه كان حاسس ان الضابط كان متوتر خصوصا لما فقد السيطره مره وقت التدريب وخنق متدرب لحد ما مات. الضابط كان بيحكي لهم عن الاماكن اللي هيروحوا ليها، اماكن فيها الاطفال بيشيلوا قنابل ويجروا عليهم، واعترف انه في موقف مشابه كان سايق دبابه على الاطفال ودهسهم كلهم. تشيري كان حاسس ان كل حاجه حواليه كانت مجرد تمثيل، وكان الضابط بيمثل دور ضابط مع جنود حقيقيين والجنود بيمثلوا انهم فعلا جنود. تشيري بيحكي عن التدريب القاسي والعنيف لدرجه ان بعض المتدربين حاولوا ينتحروا عشان يهربوا من الجيش. بعد كده بدا تدريب الاسعاف،
الإسعاف. وقتها هو وهيمس اتعلموا ازاي يربطوا الجروح ويعالجوا الإصابات الخطيرة، وتشيري بيفتخر انه انقذ 47 شخص مع هيمس وقت التدريب، لكنه كان لسه حاسس ان كل حاجة حواليه مجرد تمثيل وكأنهم ما بيحاولوش ينقذوا ناس حقيقيين لكن بينقذوا عرايس لعبة. اخيرا وصل اول يوم ليه في ساحة المعركة، ولما نزل من العربية العسكرية لاول مرة كان مصدوم جامد. الضابط هداه وطلب منه ياخد نفس عميق. تشيري وهيمس طلب منهم يجروا ناحية الصفوف الاولى علشان ينقذوا جنديين مصابين. تشيري وصل لاول جندي اللي كانت امعائه متفجرة، ورغم الصدمة اللي حس بها لاول مرة في حياته اضطر انه يتعامل مع الموقف بشكل عادي. تشيري حط امعاء الجندي جوه بطنه مرة تانية وغطاها بطريقة معينة قبل ما يوصل الهليكوبتر علشان ينقل المصابين. بالليل تشيري رجع المعسكر متأثر نفسيا من اللي حصل، واستحمى مع هيمس وحاولوا يمسحوا الدم من جسمهم في محاولة علشان ينسوا اللي شافوه. وتاني يوم الجيش بيتحرك للقرية اللي سيطروا عليها وبيقدموا مساعدة للسكان زي الإسعافات الأولية وتوزيع الأكل. تشيري بيحس بالقرف من جندي بيرمي الأكل على الأرض للأطفال وكأنهم حيوانات. بعد كده تشيري بيساعد المصابين وراجل عجوز بيقرب منه ومعاه جروح خطيرة في إيده. تشيري مش بيقدر يحدد السبب فبيسأل الضابط اللي بيقوله إن الراجل عنده عدوى. لما تشيري بيقوله إنهم خلصوا من المضادات الحيوية الضابط بيرد ببرود إن الراجل العجوز أحسن له يموت لأنه مش مهتم بصحته. تشيري بيتضايق وبيتعصب وبيحاول يربط جرح الراجل العجوز وبيطلب من المترجم ينصحه يروح المستشفى. في المعسكر تشيري بياخد باله ان الجنود المشابهه عندهم ثقه كبيره بعد ما نجوا من المعركه. الضابط اللي بيسوق العربيه كان بيسوق بسرعه وتشيري بينصحه انه يهدي لانه ممكن العربيه تغرس في الطين. الضابط بيتجاهل كلامه وبيقول له يسكت وما يتدخلش، وبعد شويه فعلا العربيه بتغرس في الطين. الضابط بيحاول يطلعها عن طريق حبل مربوط بعربيه تانية، لكن تشيري بينصحه تاني ان ده ممكن يخلي العربيتين يتعطلوا. الضابط بيتضايق طلع العربيتين دول. هيمس بيركب العربيه مع باقي الفريق وتشيري والضابط بيبقوا وراه. فجأة العربية اللي راكب فيها هيمس بتنفجر وبيموت كل اللي فيها. تشيري بيجري ناحيتها من غير تفكير وبيحاول يطفي النار، وهناك بيشوف واحد من أبشع المشاهد في حياته، بواقي جثث أصحابه مولعة واللي كانوا مع ليلتها ومتحولين لهيكل عظم محروق. تشيري بينهار في صدمة وبيقعد قدام الجثث زعلان على خسارة أقرب أصحابه. وبالليل تشيري بيكلم إيميلي في محاولة يخفف من معاناته لكنه مش قادر يوصف لها الرعب اللي شافه. إيميلي بتحس بزعل جامد وبتحاول تطمنه، لكن تشيري بيكون مش قادر يتحمل وبينهي المكالمة. بعد سنتين خدمة في الجيش وقت تشيري في الجيش بيخلص وبيحصل على وسام الشرف، لكنه بيعبر عن انه مش حاسس انه عمل حاجة تستاهل الجايزة، وبيقول ان الحاجة الوحيدة اللي عملها هي انه قدر ينجو. بعد ما خرج من الجيش تشيري بيشوف ايميلي لأول مرة بقالهم سنتين، لكن حياتهم اتغيرت بشكل كبير. تشيري بيبدأ يعاني مع الحياة بعد الجيش، بيصحى كل يوم على صوت ضرب النار وصور الجنود الميتين. ذكرياته عن الحرب بتطرده وبتسبب له ارق شديد وبيكون مش قادر ينام او يركز. وتشيري بيبقى عصبي جدا وبيفقد اعصابه بسهوله لدرجه انه بيكسر حاجات في البيت لما مش بتشتغل صح، وده كان تغيير كبير لانه كان شخص مسالم وهادي قبل كده. ومع الوقت تشيري بيبدا ياخد جرعات اكبر من المهدئات علشان يتعامل مع الارق بتاعه، وفي النهايه بيستقيل من شغله وبيحاول يتواصل مع صاحبه جيسون اللي بيشجعه ياخد مخدرات معاه، اللي بدا كمهرب بسيط بس بقى ادمان يومي بسرعه. نروح لتشيري بيرجع البيت في يوم وإيميلي بتسأله ليه اتأخر 3 ساعات، بيرد عليها بقلة أدب وبيشتمها. ده كمان بيعمل مشكلة كبيرة، وإيميلي بتحس إنها تعبانة نفسيا لدرجة إنها بتبدأ تاخد مهدئات معاه. تشيري بيبقى في حالة شبه غيبوبة معظم الوقت، بيحاول يهرب من ذكريات الجيش بأي طريقة ممكنة. إيميلي كمان بتبدأ تستهلك مهدئات أكتر، وفي الآخر بتهدد إنها هتنتحر لو تشيري ما بطلش تصرفاته دي. في اللحظة دي تشيري بيقرر يروح لدكتور نفسي، لكن الدكتور ما بياخدش حالته جد وبيسأله شوية أسئلة روتينية وبيوصف له دواء جديد عشان يساعده في الأرق. تشيري بيرجع البيت، إيميلي بتوصل وبتبقى فرحانة لما تعرف إن تشيري قدر يجيب مخدرات. حياتهم بتبوظ اكتر، وتشيري بيحكي انهم كانوا عارفين انهم بيموتوا بالبطيء لكنهم اتقبلوا فكره الموت. بعد ما بياخدوا المخدرات اللي تشيري جابها فبيقرروا يفتحوها. بيطلبوا مساعده صاحبهم جيسون عشان يفتح الخزنه لكنه ما بيقدرش، بيحاولوا بكذا طريقه مختلفه زي انهم يوقعوها من مكان عالي او يسحبوها بعربيه، لكن ولا حاجه بتنفع. في الاخر تشيري بيحاول يفتحها بحاجه معدن وبيقدر فعلا يفتحها، ولما الباب بيتفتح كميه كبيره من المخدرات بتقع قدامهم، وتشيري وإيميلي بيحسوا وكان ابواب الجنه فتحت قدامهم. بياخدوا كميه كبيره من المخدرات وبيفقدوا الوعي على الارض. فجاه بيسمعوا خبط شديد على الباب وبيخافوا انه يكون البوليس، وهم في حاله رعب بيجروا يرموا كل المخدرات في التويلت. ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا جول عارف اللي حصل وبيقول لهم ان بلاك هيقتلهم عشان اللي عملوه. تشيري بيقول لجون انه عنده خطه وبيروح البنك. في البنك تشيري بيسلم للموظف ورقه مكتوب فيها انه معاه مسدس، فالموظف بسرعه بيديله مبلغ كبير من الفلوس. تشيري بيجري خارج البنك وهو حاسس بانه عبقري وبيدي الفلوس لجو. جو بيمشي لكن ايميلي بتحس بالاحباط لانهم بقوا من غير فلوس او مخدرات. تشيري بيطلع شويه فلوس كان مخبيها من جو وبيكمل يسرق بنوك بنفس الطريقه. تشيري بيحكي انه ما كانش فاهم ازاي الناس كانت بتتعامل مع الموقف بسهوله كده من غير مقاومه. بيصرف كل الفلوس المسروقه على المخدرات وبيلاحظ ان الاخبار بتبدا تتكلم عنه لان موظفي البنوك وصفوا شكله حتى لو
وهويته كانت لسه مجهولة. مع مرور الوقت إيميلي بترجع البيت من شغلها وهي متدمرة لأنها فوتت ميعاد حقنة الهيروين، وبتبدأ تظهر عليها أعراض الانسحاب زي التبول اللا إرادي والترجيع. وإيميلي بتتضايق من تشيرل إنه نسي يديها الجرعة في الوقت بتاعها، وبتتهمه إنه مش بيعمل حاجة وهي الوحيدة اللي بتشتغل. إيديها بترتعش لدرجة إنها مش قادرة تحقن نفسها، وده بيجبر تشيرل إنه يديها الحقنة. وفجأة إيميلي بتعاني من صعوبة في التنفس، وتشيرل بيجري بقى على المستشفى وهو متدمر نفسيا. وفي المستشفى الدكاترة بيسألوه عن نوع المخدرات اللي أخدتها إيميلي علشان يقدروا ينقذوها. أهلها بيجوا وبيقولوا لتشيرل إنهم عارفين الصعوبات اللي بيمر بيها وإنه متدمر وما عندوش أمل، وبينصحونا لو فعلا بيحب إيميلي يبقى يبعد عنها، وتشيري بيقرر يسيبها. بعد فترة إيميلي بتدخل مركز إعادة تأهيل عشان تتعالج من الإدمان، لكنها في الآخر بتهرب وبترجع لتشيري. رغم كده تشيري بيقول لها إنه مش كويس ليها وإنه هيدمر حياتها. إيميلي بترد إنها هتفضل مدمنة سواء كانت معاه أو لا، وإنها مش هتسيبه. إصرارها الشديد على إنها تفضل معاه بيخلي تشيري مش قادر يرجعها لمركز التأهيل، وبيكملوا في حياة الإدمان سوا من تاني. في الوقت ده جيسون بيحتاج فلوس، فبيتفق هو وتشيري وجو على عملية جديدة. المرة دي جو بيكون السواق اللي هيهربوا معاه، وجيسون هو اللي هيجمع الفلوس من كل موظفين البنك، على عكس المرات اللي فاتت اللي كان فيها تشيري بياخد الفلوس من موظف واحد بس، وجو بيدي تشيري المسدس علشان يهدد الموظفين. تشيري وجيسون بيدخلوا البنك مع بعض لأول مرة، لكن تشيري بيغير طريقته وبيطلع المسدس وبيضرب طلقة في الهواء، وده بيخلي جيسون يتوتر ويهرب بسرعة. تشيري بيضطر يجري هو كمان وبيتنطط في العربية مع جيسون وجو، وكلهم متضايقين من جيسون وبيوصفوه بالجبان. تشيري بيقرر ياخد مكان جيسون في العملية الجاية، لكن جو بيصر ان هو اللي هيشيل المسدس المرة دي، وتشيري بيوافق. بيخشوا البنك مع بعض، وفجأة جو بيضرب طلقة كانت هتيجي في واحد من الموظفين، وتشيري بيصرخ فيه بعصبية وبيسحب منه المسدس. جو بيهرب من المكان وبيسيب تشيري اللي بيضطر يكمل الشغل لوحده ويخرج بسرعة. بيركب مع جيسون اللي كان بيسوق، وبيبدأوا يدوروا في الشوارع على جو علشان خايفين من انه يبلغ عنهم. في الاخر بيلاقوا جو ماشي لوحده وبيركبوه معهم في العربية، لكنه بيكون ساكت ومش بيقول ولا كلمة. فجأة تشيري بيلاحظ ان في جرح رصاصة في بطن جو، مش بيفهم ازاي ده حصل. بيحاول يساعده لكنه بيفهم انهم محتاجين يروحوا المستشفى. تشيري بيطلب من جيسون يروح المستشفى، لكن جيسون بيرفض علشان خايف يتقبض عليهم. تشيري بيصر على انه لازم يروح المستشفى عشان ينقذوا جو، رغم انه عارف ان ده ممكن يخلي البوليس يعتقلهم، بس جيسون بيعترف انه لو ما راحوش جو هيموت، وبيعيط وبيعتذر لجو. وقتها تشيري بيبقى في حالة صدمة، وبيحس انه تحول من مسعف كانت مهمته انقاذ الارواح لمجرم بيشوف صاحبه بيموت قدامه. بيقرروا يسيبوا المدينه وبيسيبوا جثه جو على الارض وبيمشوا. الصراع الداخلي جوه تشيري بيوصل اخره بعد الاحداث الاخيره، وبيكون متاثر جدا. بعد كده تشيري بيقابل بلاك وبيقول له عن موت جو اللي كان مديون لبلاك بمبلغ كبير. بلاك بيرد عليه بان تشيري هو اللي مسؤول عن سداد الدين ولازم يرجع كل الفلوس. تشيري بيحاول يقنعه انه مش هيسرق بنوك تاني، لكن بلاك بيهدده بقتل مراته لو ما دفعش الدين. تشيري بيرجع لبيته وهو بيحاول يهدي نفسه عشان يقدر يسرق تاني. بيلاقي إيميلي نايمة ومش عارفة اللي بيحصل، وبتطلب منه جرعة تانية من الهيروين. تشيري بيقول لها انه هيديها الجرعة لما يرجع. بنرجع للمشهد اللي فيه تشيري بيقابل بلاك وبيقول له يستنى عند المحطة. تشيري بيدخل البنك وبيطلب من الموظف انه يديه فلوس، وبعدين بيشيل الطاقية والقناع ويكشف وشه للكاميرات بوضوح، وبيحط المسدس على الكاونتر وبيطلب من الموظف انه يضغط على جرس الانذار. تشيري بيخرج من البنك وبيسلم الفلوس لبلاك، وبعد كده بيمشي للشارع الرئيسي وبيشوف عربيات الشرطة بتمشي بعيد عنه، وفي محاولة انه يجذب انتباههم بيضرب طلقة في الهواء، وبيقعد على الرصيف وبياخد اخر جرعة من المخدرات وهو مستمتع بكل احساس كانه بيودع العالم. تشيري بيتقبض عليه، وفي سنة 2007 بيدخل السجن. هناك بيشترك في برنامج اعادة التأهيل بتاع السجن، وبيبدأ يتعافى من ادمانه. بعد ما قضى 14 سنة بيحصل على افراج مشروط، وبيخرج سنة 2021. تشيري بيخرج من السجن كأنه شخص جديد، وبيتفاجئ ان إيميلي مستنياه وهي كمان اتعافت. تشيري بيبتسم ودموعه بتملى عينه، وبيعيش هو وإيميلي حياة سعيدة. لو عجبك ملخص الفيلم وحابب تشوف ملخصات تانية، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوف كل الملخصات اللي جاية. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.